طيب تيجي تركب معايا الستيب وتشك ركب انت لوحدك. يلا هو محدش بيرد يا ماما. يا حبيبتي مش قالوا انه جاي ضروري خرج؟ ابدا يا ماما، ده كان صوته متغير خالص. دي اللي زعلان، دي اللي غضبان، زي اللي عيان، زي اللي مرضان، مش زي اللي عجمان، زي اللي صدمان، زي اللي ميتان. ده كلام فارغ ده. الله، انا ما شفتش واحد يخطب واحده ويتاخر ما يجيش في حفله خطوبته. اللي سكان مش مهتم بيها. انا لما خطبت ماما وعدتهم اني هاجي لهم يوم الاثنين، ورحت لهم الاثنين اللي قبل منه. كده ولا لا؟ بلاش تمشي، احنا في ايه ولا ايه؟ طيب خلاص اتفضلوا خدوا الشاي وانا هستناه هنا. تستني مين؟ ده راجل ما عندوش دم. يا هارون لازم نستناه شويه، الحفله دي مش معموله علشانه. طب وذنبهم ايه الضيوف دول؟ اتفضلوا. الراجل نام وهو قاعد. معلش يا سيدي، دلوقتي فايزه تغني له وتصحي. بس روح قول لها تستعد هي وانا هاخدهم على الجنينه. عايز فايزه، عايز ترومبيته تصحي. مش تتفضلوا معايا على الجنينه شويه احسن هنا حرف؟ اتفضلوا. حد سأل عني يا محمد؟ ايوه يا فندم، نجوى هانم سأل عليك 13 مرة. يا حفيظ عن اذنك يا اخ. اخ مين يا اخ؟ ده احنا اخوات، خد حريتك. ايه ده رايح فين؟ ده انا رايح اغير هدومي. طب ومالك؟ اديني الامانة وانا امشي. طيب هروح اكتب لك شيك. لا لا، ما استعملش الشيكات ابدا، ما بتتصرفش اليومين دول. طب اعمل لك ايه؟ اكتب الشيك لاي حد تاني واصرفه. انا احب المعاملة الكويسة. اديني المعاملة ولا ايه؟ ايه قدامي. يا ابني الايه؟ الى خطيب العزيز أسامة من حبيبتك نجوى. لا والله عندك زوج بنت زي اللوز. بتدور على حاجة؟ ولقيتها خلاص برا. برا على فين؟ برا. طب بس انا فاهم. برا. طب البس هدومي. برا. بعدين اخد بالك. برا. وال 100 جنيه؟ 100 جنيه بتوع ايه؟ بتوع الراجل اللي انت قتلته. انا ما قتلتش حد. برا. يلا برا. بعطي كلا الدهل اعتراف في ايدي اهو. انا اسامة محمد اسامة اشهد باني قد قتلت عمدا مع شخص الاصرار والترصد الشاوي 13 بوليس مصر. رايح فين؟ على برا. لا بو، اعمل معروف، تعال علشان تغير هدوم. طيب نتفاهم. لا جو. طب هدومي جو. طب ال 100 جنيه جو. طب الراجل اللي انت قتلته جو. الو، ايوه موجود يا فندم بس تعبان شويه. مين حضرتك؟ نجوى. ازيك يا مدموزيل نجوى، وحشانة قوي يا مدموزيل نجوى. سلامات. ايوه انا دكتور. لا لا لا، بسيطة الحمد لله، كان عنده لطشة شمس في نافوخه. ما هكلمك يا فندم. الو. ايوه حبيبتي. لا الحمد لله، حاجة بسيطة خالص، شوية وش في مصران الغليظ. لا الحمد لله جت سليم. لا ابدا. ايوه ده صديق الدكتور. اسمك ايه يا نينا؟ شريف. ايوه حبيبتي الدكتور شريف. لا 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 مفيش داعي. ازاي ده يا اسامه؟ انا جايه لك حالا. ماما ماما. ايه في ايه يا نجوى؟ مش قلت لك يا ماما ان اسامه صوته متغير وزي العيال؟ ماله يا قلبي؟ عنده يا ماما وش في مسارين. اوه ده خطر قوي الوش ده، مش معقول يطلع عليه النهار ابدا. بعد الشر يا بابا. شر ايه؟ العمر لما ينتهي ينتهي. انا ضروري اروح له حالا، تعال معايا يا بابا. انا؟ طبعا يا هارون يا ندامه، البنت تروح لوحدها؟ يبقى اسامه عنده وش في مصارين ولا تروحش تطمن عليه. يا سيدي ربنا يريحه ويريحنا منه. سلكه دي مش كده؟ ايوه يا سيدي سلكه. مش بطاله ابدا. 12 جنيه. ها
على العموم حاسب لك 2 جنيه يمكن تعوز حاجه وانت ماشي في السكه. قول لي تفتكر نجوى دي هيكون عندها 100 جنيه علشان تديهم لي واروح انا لحال سبيلي ولا مفيش؟ عن هي احسن دي ولا دي؟ تفتكر دي احسن؟ وتخلي معاك فلوس ليه؟ انا معاك اذا عوزت حاجه اطلبها مني وتجيب واحد خد بلاش. يبقى لي عندك 88 جنيه دلوقتي خليك فاكر اوعى تنسى. يا سلام اما عليك خطيبه انما هوسه جدا. ماخدهاش اخرى؟ لا عيب عيب. انت بقى ما تعرفنيش وما تعرفش اخلاصي للست بتاعتي. انت متجوز؟ الحمد لله. على فكره اطلب لي 5 9 6 9 5. دي نمرة مين دي؟ دي نمرة مراتي علشان اعتذر لها عن التأخير البايخ اللي أخرتهولي ده. يلا. هي نمرة كام؟ 5 9 6 9 5. جبلين قطة الأسود. حفيظ يا رب حفيظ. اطلب الست نونة أجمل رقاصة في الدنيا. ألو اندهلي من فضلك الست نونة أجمل رقاصة في الدنيا. هما بيرقصوا بالنهار. دي بروفة يا بني آدم بروفة. ألو خد يا ست كلمي الافندي بتاعي. الو لونا يا حياتي. لا والله يا روحي مع راجل بشرف. انما راجل بقى استعيذ بالله من سحنته. انما خليك معايا صيدة مكن. صيدة مكن صحيح. لا مش هتاخر ابدا. نص ساعة مسافة ما اخلص عليه. مش هيستحمل اكتر من كده. قولي لي يا حياتي تحب اجيب لك ايه وانا جاي؟ بالشرف تطلبي. بس كده هتكون معايا وانا جاي لك. عربيتك ماركتها ايه؟ فيت 1100. ما كنت تخليها 1000 بس ونحسب ال 100 200 اللي عليه. عايز الطلب افندم. لونها ايه؟ كحلي. لا 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 غيره، انا عايزاها احمر مسخ. وحياتك عندي ما رجعت بعد نص ساعه راكبها انا هخرب بيتك. هعلقك على باب الكباريه وابيعك بالتسعيره. حاكم انا عارفاك طول عمرك رمرام. هكون عندك بعد شويه ومعايا العربيه. سعيده يا روحي. عربيه ايه يا بنات؟ عربيتك عربيتي مفيش تكليف احنا اخوان. ومين قال لك ان احنا اخوان؟ لا اخوان ودافنين سوا ولا ايه؟ انا كنت بقول يعني علشان حكايه ال 100 جنيه. ايه رايك؟ تديني العربيه وتريح نفسك. عربيتي انا؟ طبعا عربيتك. وتكتبها باسم مراتي. غريبة يعني؟ طبعا غريبة. يعني مش موافق؟ لا مش موافق. بقى كده؟ كده. طب ورحمة الشاويش 13 13 لكم مبلغ البوليس. طب اسمع بس، هأدي لك العربية وتديني الاعتراف وتعتقني لوجه الله؟ أمال يا أخويا احنا اخوات مفيش تكليف أبدا. طب اديني الاعتراف. والله العظيم أول ما تديني العربية هروح مدي لك الاعتراف دغري. إيه؟ ما ده يكون البوليس. البوليس؟